عودة لكم مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. الحين وبعد الفاصل في برنامج غبقة رمضانية معكم محدثكم أخوكم محمد الحملي من سرداب برج الحمرة، مودعينا نور عبد الله ومحمد الوسمي. شنو تفاعلكم وشنو رايكم برمضان أو في القرقيعان مثل ما نقول؟ ليش ما تصير مذيع مرة واحدة؟ تبيني يا قرقع تبيني حياكم الله ومساكم الله بالخير ومسي على مشاهدينا ومسي على أخوي عبد الله خذ بالخير وكيل أبو السلطان. اليوم الحلقة راح يتم في استمرارية البث والتقديم اخوكم محمد الحملي في اليوم قرقعان وانا لابس غطرة القرقعان. حياك الله منورنا اكيد محمد الحملي وايضا عبد الله الخضر وايضا نوف سلطان فنانين الشباب اللي حقيقه نعتز فيهم. نقول مبارك عليكم الشهر علينا وعليك نسبة الحداك. ليش ما قلت لي عبد الله؟ انا صراحه ما اعرف كانت تقول لي لا لا زين قول لي هذا النوع من اللقتر لازم تنسف جديد. هذا صديق وصديق عبد الله عيد قواكم الله واحنا اكيد مستانسين بوجودكم معانا في حلقتنا غبقة رمضانية وخصوصا نفال الخير استبشرنا وجودهم بانطلاقة مع محمد الحملي وما شاء الله يعني بجعبته وايد ما شاء الله اعمال مقدم هالسنة بياعة النخيل. نبي نتكلم عن مشاركتك بالبداية بياعة النخيل. عندنا عمل في رمضان كنت في ضيف شرف في البحرين اللي هو حزاوينا خليجية مع مخرج جمعان الرويع كضيف شرف، وفي تلفزيون الكويت اللي هو بيعة النخي مع السابع حياة الفهد. تجربة جميلة طبعا. أنا يمكن وايد يقول أنت مغلب التلفزيون ما تطلع وايد، أنا كذي أحب طقاتكم بسيطة. حتى في بيعة النخي تقريبا 15 إلى 16 حلقة اللي عندي إخفاف الحلقات يعتبر مو شوية بعد يعني 15 إلى 16 حلقة. وهم جربت أسوي فيهم كاركتر. أنا نادر ما أسوي كاركتر، أنا أخاف يعني. أنا من الشباب اللي يخافون يغيرون بصوتهم ولا يغير بشكله في ليش تخاف؟ أخوف ما أسرع. أوكي أجرب تلفزيون ما تدري نتصور لما تصور اول مشهد ولا ثاني مشهد حكم خلاص غصب عليك تسوي اللي سويته طول حلقات خلاص ما شيء تغير مسرح لا تطشه وشيء تغير باكر تغير عقب تغير لين تصيد اللي مشى مع الجمهور. لكن تلفزيون صعب طبعا. انا اتمنى على جهود الشباب اللي ممثلين الشباب والكاركترات. طبعا اخوي من جيلنا الشبابي محمد رمضان ممثل من الناس اللي يتقنون انهم يسوون كاركترات ويجربون بالتلفزيون. انا ما قدرت. حاولت في المسلسل نغير طبقة صوتي بكل طريقة يموش السالفة إنه أساس إنه خالي وهذا بس يعني حاولت. ويمكن المسلسل يساعدك بأنك أنت تدخل بهالكاركتر يعني طبعا. توهكت معصب على أبوي ولا أمي يمه حتى في يمه تعصبين ما أقدر حتى الحزن والله يمه ما كله بس وكنا قال صوت أوكي في مشهد مرة شدته كامل طويل وقوم وقاعدة صوتي العادي كان مال الصوت يقول لي محمد البيز لا تنسى عدنا وايد عليهم الغلطه ها حلو. عبد الله الخضر حياك الله. الله يحفظك. الله يسلمك. احنا اليوم يمكن اجواءنا حلوه في ظاهره جميله عند الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي قرقيعان. تذكر اخر مره قرقعت فيها؟ اي شو ما اتذكر. هو كان بطبيله قبل لا مو انت كنا الاشاعات والشغل عدل مو لا لا عايشنا مو لا لا عايشنا عبد الله. عبد الله اي مواليد اول شيء يسال اي مواليد لا لا مواليد لا مواليد القرقيعان يقوم يكسر رقاباته محمد يطلع العمر. اتذكر اخر مره 99 تو 99 اي مو وايد بعيد ترى صغير انا مو اخو انت بعد راشد 99 تو احنا الحين 99 كم سنه عبد الله صغير 17 سنه العمر كله ان شاء الله. عبد الله من كثر ما هو صغير بالتفتيش لما مر قلت تفضل عمي والله صغير انا البس ما يتنكر ما يصير انزل القطره واطوف انزل القطره عليه شوفر شوفر الباب واحد القديم ماخذ اداء حتى بحياته الطبيعيه. بعد بنمسي بالخير على نوف السلطان متواجده معنا. هلا وسهلا فيك واحنا اكيد مستانسين بوجودك معنا. عايز وانا اقول لهم اكلوا من هالحلو اللي عندنا من هالشيء الزين. عصير عندنا يقولون ما يبون ايش دعوه انا خلاص لغا واخذ البيت اوكي راح ناخذ بعد شوي نحصل لكم اف عليكم. احنا نعرف ان شاء الله بتشاركين مع محمد الحميل ان شاء الله بالعيد انطلاقتكم بالعيد مع اي مسرحيه لان ما شاء الله عنده ثلاث مسرحيات هالمره والرابعه تاجلت ولا الرابعه ان شاء الله في واحده كنت مخرج فقط للمسرحيه المنتج اجل العمل واشتغلنا في ثلاث اعمال كمخرج مو من انتاجك. خلينا نشوف مع نوف عن المسرحيات. طبعا انا مو اول سنه اشتغل مع محمد. انا بدايتي مع محمد هذا اتوقع خامس عيد او سادس عيد اشتغل معه. ان شاء الله هالعيد مشاركه مسرحيه مدينه ثلجيه 2
مع هبه الدري، استاذ احلام حسن، محمد الحملي، عبد الله الخضر، الحسيني ومهنا واحمد العوضي، وايد نخبه من الفنانين ما شاء الله. ويعني حلو الواحد يعني يبلش مع مجموعه تحس انها هي الدعم وتكون استمراريته وياهم، وان شاء الله الله لا يفرقكم ولا يفرقكم بعض، ان شاء الله كل عيد تكونوا مع بعض وتطلعون بشيء مميز للجمهور ان شاء الله. بس انا الصراحه يعني كنت مسترسله معاك بالحديث الا لما شفت هالصب ينقذنا انا ومحمد، يقول سالوها عن دورها. دوري كل تفاصيله، كل تفاصيله شفافيه الغريبه. زين دور الغريبه، غريبه الشيطان، الغريبه اللي جايت لهم المدينه قاعده تشوف المدينه. لا صدق والله شنو الدور سويتوه؟ دوري نوع من انواع كرم السامع. كرم السامع دوري خلاص ان شاء الله يشوفون المدينه. الجيل اللي اعرفه من قبل تحطون يعني اضافات، يعني مو شرط انه يكون بشر كلهم وكذا. لا لا احنا كلنا مو بشر، يعني الا محمد. محمد وهبه الدري يقول انا ثلج. انت ما ادري شايف يقول لي بالحر خوفك توصل الارض انت دايم. ومكلف مكلف يسبقونك ثلج. انا الثلج. عبد الله الذيب. أي. قولي دورك يبا دور. تمثيل مو صج. دوري النمر. مو نمر. مو نمر. هو كاركتر في العمل. ليش توهقها؟ ليش توهقها على هوا؟ نص الفوقاني انسان ونص التحتي اسم الله تيس. اي نفس اللي نشوفهم بالكارتون. أيوة. يمكن كذي يشد الاطفال. كارتون يشد الاطفال بالنسبه حق الامان العالميه. لكن احنا بالكويت فلما ناديهم فلما نادي الناس بشخصياتهم لك ان تتخيلي ما هو اللقب المطلق على الناس. تعال يا الذيب، تعال يا حصان. احنا نحس بالاهانه اذا نادينا. لا ان شاء الله اكيد. بس محمد عندي سؤال، يعني المدينه الثلجيه كان فيها لها جزء قبل من قبل كم سنه؟ 2010 كان. عشر سنين. ليش بعد الغياب هذا رديت مرة ثانية بالجزء الثاني؟ أنا أقول كنت مسويه من بعد سنتين، لكن ظروف شي صارت ما خلتنا نعيد العمل، وحسيت الحين وقت إنين عاد. وأنا نكون أحب شخصية ملك الثلج وثيم، وناس يطلبوني بهالنوع من الأعمال، لا بالغنائي والأكشن والماشينو كذي، فحاولت مع الأساتذة أحلام حسن وهبة الدري وفريق العمل عبد الله الخضر نوف وحامد محمد أحمد العوضي مجموعة الناس. نحن وايد ما شاء الله 35 شخص. وبلشت برافات يعني. ما شاء الله تبارك. كريم بلشين قبل رمضان. والشغل. وباقي المسرحيات شو ساميهم؟ اي بطولة الدوله حسين على الكبار يعني مو للاطفال. عبد الله الخضر، ناصر بلوشي ومجموعه من الشباب، مارتينا احنا مش عارف فرحان، ناصر بلوشي، مجموعه كبيره. والثالثه شو؟ والثالثه الثالثه اسمها جزيره الديناصور. جزيره الديناصور. جزيره الديناصور ان شاء الله نشارك فيها. لا عبد الله سكة سفر. بس سكة سفر والثلجية. جزيرة الديناصور بيكون فيها ان شاء الله استاذ ولد الديرة، نسوي مسرحية كوميدية للأطفال هنا، وشيء مو أطفالية، عائلية تعتبر بين البينين. يعني ممكن تينيجر أكثر. أيوة. من الأطفال. سماح، الأستاذ خالد بن حسين، رهف من جيتار، طارق خميس، عزيز السعدون، جمال الشطي، ومجموعة باكتور. نوجه لهم تحية أكيد مع حفظ الألقاب كل الأبطال اللي ذكرهم فنان الجميل محمد الحملي. عندنا سؤال حق عبد الله الخضر. تفضل. سؤال أنت مؤخر عن أنت مؤخر عن الدراما. حلو. ليش مؤخر عند دراما كلها مسرح؟ لا مو مؤخر، هي ماتيني. ماتيني. أنا أدورها للدراما. هنرجع لك مرة ثانية نسولف معاكم وممتد الحوار أكيد بيني ومع محمد. راح نروح على مسابقتنا اللي معتادين عليها الناس، كلام أول بالمسابقة، نشوفها مع بعض ونرجع مع الحوار الشيق إن شاء الله. قلبي بيت عاشق ترنا ليك عليك معي. شونه؟ إلو؟ أنا عندي غير عندي. لا ما شاء الله بلش معانا إنه هو بدور تمثيلي بس عشان نقول إحنا على الهواء ترى. شلون؟ تليفوني كرن. مو قلت خذ راحتك قلت لك البيت بيتك. أكيد طبعا وحلا وعليكم بألف عافية. الله يعافيك. إن شاء الله عجبكم. عجبكم الحلو؟ والله جميل. على روحكم ونفسيتكم الحلوه معانا. وقبل شوي شفنا في مسابقتنا اللي مالها اول سكتش ما شاء الله اللي هو عبد العزيز النمش ومعروف يعني شي اللي قشتش. كنت تسوي قبل مع نورة العميري سكتشات كذي حلوه. أيه. على التلفزيونيه سوينا على تلفزيون الكويت قبل. أيه. سنه سنتين تقريبا سكتشات مع نورة العميري. في فكره انه ودي اسوي سكتشاتهم يا يعني، بس شوي عشان تسوي سكتش لازم تدري انه بينعرض. أيه. ليش؟ انه لما تدفع حق سكتش كاستديو
واغاني وتسجيل ومونتاج راح تدفع، يعني ما تقدر تسوي مثلا وتبيع، هذا شوي صعبه. فاحنا ودنا والله نشوف اذا تلفزيون الكويت او واحد اللي قاعد ينتج ثلاث مسرحيات بعيد يقدر يسويها، ما عنده مشكله. ما عنده فلوس للمسرحيات، كلها بالاجل، كلها السكسوكه وخالي ابوك، كلها بيس مثل الماي. عجبني المثل اللي قاله، سمعته ايش قال؟ شنو المثل؟ كلها السكسوكه وخالي ابوك. ايش رايك؟ سكسوكه وهذا اخر شيء. لايقه على فقرتنا قبل شويه اللي ماله اول، ممكن تكون معاك نوف ليش لا؟ ويعني ما شاء الله عندك انت نخبه من النجوم قاعد يكونون معاك في مسرحياتك، فيكونون معاك في السكتش وان شاء الله تتميز فيه. ايام المعهد سوينا هم سكتش، كان راجي ونوفي سكتشين مسرحي؟ لا تلفزيوني. إيه؟ ونوف بطلة السكتشين كانت. وهي عندها يعني تقدر، مو وعندها القدرة الهائلة صراحة، مو قدامها قدامها من وراها. صبت من شوي مغرورة الأيام صايرة. زين هدي زين سووا رابع الحين نضحك عليه، سويت لي شاهد. طبعا احنا قاعد نشوف مع المشاهدين سكتشات لو باتري هذا مع نور العميري اللي تميزتوا فيه، هذا كان على تلفزيون الكويت. تلفزيون الكويت سويناه. حلو. وين صورتوا؟ صورناه بكل مكان. هذا في قاعة في قرية خليفة خليفة اللي هو التراثية، والباقي كان كله في مطاعم وجماعات بيوت كذي، كان والله استمتعنا فيه جدا. بس يعني بس والله اشياء وايد وايد حلوه صراحه، وحبيناها وحبها المشاهدين، وخصوصا ظهورهم هو مع نور العميري. يعني حبيت ان هالانطلاقه للسكتشات كانت كدعم من تلفزيون الكويت وانتاج تلفزيون الكويت، وسخي معاك ما شاء الله تلفزيون الكويت. ما قصروا عشان نطلع. والله مو تبي الحقيقه، مو بس معاك، مع الشباب كلهم اللي عنده افكار مبدعه ورائده وايضا مثمره وايجابيه للمتلقي. اكيد تلفزيون الكويت هو داعم لهذا. خلينا نروح حق نوف السلطان. دائما بالاعمال المسرحيه تكونين مع مسرح الحملي، ليش؟ محمد الحملي هو تبناني، هو اللي اكتشفني بالمسرح، هو اللي طلعني من المعهد، يعني هو كان السباق على قولتهم كل شيء. كانوا بيقولون هالسنه اسكت. وكانوا اسكت. مع مسرحيه ثانيه عاد ردت لك ولا شلون؟ انا ما اروح مكان ثاني. خلاص كمل، خلاص زبيت ولا قلت لك. محتكرها مرتاح انا عنده. يعني جو جروبنا عائله تحس. يعني في لمسه وفاء من كلامك لما قلتي هو اكتشفني هو تبناني، خلاص اوكي ما قصر. شوفي طريقك. ما اقدر يعني ما اقدر، يعني ترى تحت محمد الحملي في وايد ناس ما اقدر اطلع، ما اقدر. أي. صعب، انا نوعي اذا تكيفت المكان ولقيت راحتي فيه صعب اطلع منه. شلون ناقشتي بالعرض اللي جالك تو جديد خارج نطاق وتغطيه محمد الحملي؟ ما قالت لي شلون طاح عليك وانت انا وسكت. هنعرف من للامانه انا خوافه. اي فاي عرض يجي لي ادق على محمد. اي محمد كيت كيت كيت، محمد يقول لي بس يلعب. يقول لي يلعب أبسكر الموضوع خلاص. خلي جروب المسرحية، هي إذا قدرت تصنع عن جروب المسرحية ما تقدر تصنع عن جروب الواتساب. ما أقدر. موجودة مراقبهم سيطر. وأنا مو معاهم. لا هو مو معنا محمد الحملي بكل صراحة. تفضل يا كمبي. محمد الحملي هو بالبروفات أبونا، تعرف شلون الأبو طلع من الجروب عشان العيال يصفعوا راحتهم؟ يكون يعصب أبي أثناء يعني البروفات يعصب ويزعل عصبي وحماقي الله لا يوريه عصب ما نعرف شو يقول صدق والله تعال فتش شو يقول محمد ما تشتغلين لو يحملي بعد اليوم بروفت اليوم 2 الظهر انا 2 الظهر 2 ونص بروفتي في ناس متاخرين انتم متاخرين انا ما عندي مشكله افطر بالسياره افطر من المسرح واحط لي عارين عيدوا المشهد غلط قاعد تقعد لهم قاعد عيدوا المشهد لين زهقت انا زهقت يلا اللي بعده اشتغلوا اللي انتوا لين تشتغلوا من هاي عشان نطلع عمل فني بينما انا اصب ترى ولا ازف وكذا عبد الله خضر مثلا اختلف اكثر واحد اختلف معاه ونتهاوش كل يوم عبد الله اكثر واحد ليش؟ كلش ما يبين لانه ممثل شاطر حلو وانا يمكن الحمد لله اكون مخرج شاطر نلتقي في اشياء ونختلف في اشياء مرات النزاع داخل العمل الفني من اجل العمل الفني مفيد اللي تطلع من هاي الصوره صح بعدين عادي خلص العرض دق علي فدري كلامك كان صح من اول شيء بقول لك خلاص فكري محمد انت تشوف بعدين ما وراء الكواليس احنا ما نشوف وليد اللحظه نبي نسولف مع عبد الله الخضر يمكن بدايتك كانت مع محمد ولا زلت اللي هي للجمهور يعني مع العيد كل سنه هو يشارك بمسرحيه واحده للاطفال
نعم. هالسنة ما شاء الله بثلاث مسرحيات مثل ما هو تفضل وشرح، إن مسرحية للأطفال صحيح. ومسرحية كذي المد على قولتهم اللي هي الوسطية العائلية، ومسرحية للكبار نعم. ونوع بين النجوم، ويمكن في بعض النجوم اشتركوا في كذا عرض. وسألت قبل الهواء إن بيوم واحد ثلاث عروض صحيح. إن المسرحيات كلها، هل شو تلاقي بهالتجربة هذه جديدة تعتبر يعني مو موجودة في الكويت، إن يعني مثلا مخرج يسوي ثلاث عروض مختلفين في نفس المكان، الديكور يتغير، فش رأيك بالتجربة؟ هي تجربة متعبة، ولكن احنا سوينا عليها تجربة، يعني سوينا عليها بمهرجان هم اخوي محمد فنون الكويت، يعني حاولنا نقيس شنو اللي لنا وشنو اللي علينا اي وعرفنا هي متعبة، ولكن يعني فيها قوة للفنان نفسه اي يعني يخليك تشي بمود وتطلع بمود. هذا الفصلة هذه قليل ما تلقينها عند أي. احد أي. في ناس عندها مشاكل تشيلها على المسرح تجيبها، تلقينا اليوم العرض هذا موده مش مضبوط، هي عرض هذه شغلة يعني مثل تمرين هذا وممتازة يعني حلو يعني نوف مثلا يالك عرض وحسيت انه قريب من شخصيتك انت، طبعا كالتالي راح تدقين على محمد الحملي مثل ما ذكرتي انت، وفرض انه رفض وانت تبين العرض، شو الحل؟ شوف صراحة اذا عرض عيد من غير ما ادق على محمد انا مع محمد، وما يهمك ان الاجر مثلا مختلف في مكان ثاني، انا شوف انا ادور راحتي بالأمانة وين راحتي اروح، بس اذا عرض مثلا ما كان سيزن عيد اني افكر فيه، يعني اذا ما كان سيزن عيد محمد مو نازل بهذا السيزن ليش لا اروح، يعني الوفاء والولاء لمحمد الحملي ومع مسرحياته اللي يقدمها في العيد، وصراحه هذا شيء حلو يعني انه تكون انت انا ممكن اقول شغله بعرف شغله صراحه، شو اللي يميز محمد الحملي اللي متمسكين فيه لهالدرجه صراحه؟ انا صراحه مو علشان هو قاعد هنا استحيل، لا والله لا محمد بروفاته معسكر، انا احب كذي، احب البروفه اللي التفاصيل يعني مريحه مو متعبه، فاهمين بعض حتى لو عصب ترى يعني دقيقتين، بس انا الصراحه يعني مو يعني سوري يعني كلامكم على ما تم تو ما تلاحظ تضارب بالكلام، هو يقول اليوم متفطر ويعيدهم كل شويه البروفه والمشهد وهم يقولون مريحه وصلت معسكر بالاخر احنا بالعكس حلوه يعني ويعني احس يعني انا كتمثيل كممثله احس كل يوم قاعد اطلع بشيء جديد كل يوم، يعني حتى الاعاده ترى يعني صرت متضايق وانت افف اول ما يقول عيد والمشهد، بس الاقي وانا قاعد اسوي المشهد او يطلع معي شيء جديد تطلع معي حركه، فان حلوه الاعاده اي فهمت، وهذا الشيء يخليك تدشين الستيج مرتاحه يعني ندش مرتاحين عارفين شنو لنا مو ضايعين او انه حافظين يعني شنو لكم عليكم. عاد احنا بس بنسولف سالفه قبل شوي نقول له قبل الهوا مشارك مع بياعه النخي وبالانستغرام والسوشيال ميديا عند كل الناس قاعد يسألون إن متى نشوف النخي في بياعة النخي، نبي رأي محمد الحملي في الموضوع اللي طالحينه الناس عبر السوشيال ميديا. أنا واحد من أردي على هالموضوع، ما يصير إذا في مسلسل ماشي قاعدين الأرض ما يصير تحرقين مفاجأته، مثل ما أنا قاعد أشوف مفاجآت في كل حلقة في بياعة النخي قاعد تصير، الأحداث مدامة بدأت تشتد توه الحين، اكتشفنا في شخصية حياة الفهد أكثر من شيء، طلعت في أكثر من صورة، طلعت في لها ماضي مو معروف للناس، أكيد موضوع النخي راح يطلع لقدام، ما وانا مالي حق صراحه اني احرق الموضوع كوني ممثل بالعمل، وزياده على ذلك انا لما مثل في نخي ولا ما في نخي نخي والله شفت الكوميونيكيشن في بتبيع نخي اخر زين آه ما كنت انا نروح اصور في نخي نخي خلف الكواليس ولا كلينا نخي موجود لا تلفوا الدور موجود بس مشاهد النخي ما انا شغله ثانيه قبل سمعت في مشاهد نخي شافه زين نخي خارج الكادر ولا داخل المسلسل خارج الكادر عند الباب انا من زمان في مسلسلات مرات يسلمون العمل حق الممثلين دون الحلقة 30 عشان الممثل لا يدري شنو نهاية العمل طبعاً أكيد في لغز وأكيد في قصة يعني سادة حياة الفهد يعني مو أنا ترى أنا مو مني السالفة من السوشيال ميديا والناس مو تبلشني أنا وش أسوي أنا لما يقول هذا دورك محمد الصبح طبعاً هذا الإبهام أطقه وأدور دوري وقطع دوري والعلاقات يقول ليش لازم تعرف المود ما مزلزل قلت لا 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 أنا بعرف أنا شخصيتي من حولي اللي نواجهي اللي اتعامل معاهم حتى لو شفت لون الملة ما عندك المسلسل صح نعم يوم اشوفها بالمشهد ما اعرفها انا فعلا ما اعرفها يعني مو محتك فيها ما ادري من هي فانا هذا قاعد يساعدني لما اتعامل مع لون الملة اللي ما اعرفها انا فعلا ما اعرفها ما تعرفها شخصيا ما اعرف لا ما انا اعرفها شخصيا بس ما اعرفها داخل المسلسل من هي شو تصير لي من هي ما في تطلع تلقائيه حلوه تلقائيه هلا والله شي في يوم احنا زرنا ما ادري طلعت الحلقه ولا الحين ما وصلنا لها
المنزور صلاح الملة في بيتهم، انا ما اعرف صلاح الملة وما ادري هذول البنات ايش يصيرون لي ايش يصيرون لي، فانا ما ادري منهم، فشوف انا ما ادري مثلا والله حياكم ما ادري منهم، لان فعلا انا مو قاريهم ممنوع، بس نعرف ان احنا زايرين صلاح الملة اللي هو يطلع يمكن الخطوط لهم في ادوارهم ما هي قريبه منك، وبالاخر ما التعامل ما يكون بينهم تنجم معاه بنفس المشاعر. جاب الفخريه الزامل طول المشاهد وطفرها وطق فيني هي صمت بالهواء ما في، طبعا الفخريه الزامل طقني قبل داخل الكادر بالكواليس نرفزها ما يجيب نصي من يوم ما نسوي خاش نصها سوي دقة فيهم شيء مأذين بمقالب. الموضوع اللي هو راحة الفنانين بالشغل مع محمد، في شيء ثاني خلنا نسولف فيه لهذا الشيء بالشيء يذكر لازم نقوله، راحتي في العلم مع الفنانين. أنا يا جماعة بالنهاية الحين اليوم واصل مرحلة أختار كاستي في عناية فائقة، مو كاستي اللي بالمسرح على الستيج حلو، مو ربعك هم ربعك، لا 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 ما سيدد اليوم أنا اللي بالكالوس حلوين اللي قلوبهم بيضة داخل الكالوس اللي يلتزمون بالوقت يجون يحبون بعض يخافون على الشغل، هذيل الناس لما يجون أقدر أسوي ثلاث أعمال مع بعض، اللي الناس مستغربين شلون قاعد تسوي ثلاثة وكذا، إن الناس اللي قاعدين ملتزمة ثلاث ثلاث سبع سبع معسكر حملي معسكر خلصنا عاجبك. واليوم قلت له بروحه عاجبك عاجبك مو عاجبك مشكور حبيبي أنت بس لا تعطلني لأن أنا وراي 60 واحد غيرك طبعاً. أشتغل الحمد لله ومنتج صار ويعني ما شاء الله تمثيل وخرجت العديد من الطلبات خرجت العديد من الطلبات وخرج على قولة العديد من الطلبات خرجت العديد من الطلبات وتبنى نوف السلطان ومعها بعد زملائها ويعني إن شاء الله نشوفك بعد بمسرحيات إن شاء الله للخمسة الطق حتى ما تحوشك نظلة للعيد أنت بسبتك قلت ذكر الله بك يلا عيني عليك باردة نورة عيني عليك باردة هلا وزملاء ومعهد وحدنا حالة حس الله يخلي لك وليدك ان شاء الله راشد اصك ضرسك واحد الحين طيحه بروحهم كل حلقه يقولون لي دروسك وايد بيضه على الهواء لا ضرس دائما بالسوشيال ميديا يقولون كذي بس هم بالصج ما هم حلهم يا الله استهلكني شوف اسمعني بروح انا وانت قبل لا تزيد شربي من وراي معوده شربي نبي نقول لكم مشكورين على تواجدكم معنا حياكم الله واذا بودكم تقولون كلمه اخيره قبل اروح على فقرتنا الجايه انا بالنسبه لي حياكم الله مشاهدينا اعتبارا من اول ايام عيد على مسرح دار المهنه الطبيه بالجابريه برضنا الثلاثه المدينه الثلجيه وسكه سفر ومسرحيه جزيره الديناصور نفس المكان شباك الحجز المبطن من الساعه 1 لغايه الساعه 1 بالليل قواكم الله وكل عام وانتم بخير وعساكم تعودون وتصومون ان شاء الله وتثبتون ولا فاقدين ولا مفقودين الله يسلمك مشكورين على الاستضافه الحلوه وحياكم مسرح الجابريه دار المهنه الطبيه ثلاث مسرحيات قلنا عنهم ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر وعيدكم مبارك وقرقيعان وقرقيعان يعطيك العافية أكيد مثل ما شفتوا مشاهدينا هذا أبطال مسرحية المدينة الثلجية اللي شرفونا اليوم في غبقة رمضانية ننتقل إلى فقرة جميلة عدها الزميل خليفة الفليتشاوي وهي فقرة المسلسلات الطيبين ولكن بقدم شكر خاص للمصممين اللي قدموا الأزياء اللي موجودة بهذه الفقرة التراثية أحمد المهنة وأيضا مريم الصباحي فشوفوا الفقرة الجميلة فيها معلومات وايد قوية مع مسلسلات الطيبين